السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. امبارح بعد ما صورت حلقه فيلم هندي اللي بشكركم على التفاعل معاه، كان طبعا نهائي مباراه كاس مصر في كره السله بين فريق النادي الاهلي وفريق نادي الاتحاد السكندري. وانتم عارفين في كره السله في مصر الاتحاد السكندري هو الفريق الاكثر حصولا على البطولات، وثم ياتي بعد ذلك نادي الزمالك ثم النادي الاهلي. النادي الاهلي مش في المكانه الاولى، ولكن احنا على الطريق الصحيح. ورسالة لقطاع اليد: التخطيط السليم والاعتماد على مدير فني أجنبي ناجح متميز تقدر تحقق البطولات. بالنسبة لي ألعاب الصالات الفروقات اللي فيها في عدد البطولات ممكن خلال 3-4 سنين تتخطاها. انت كده كده فريق الماسترز في الكرة الطائرة، المنافس عايز 20 سنة عشان ممكن يتخطى ألقابك. في كرة السلة انت قريب جدا، النهاردة او السنة دي انت مع أوجستي بتحقق 4 بطولات لسنة دوري السوبر ان شاء الله، ونكون قادرين بإذن الله على تحقيق دوري السوبر. منافس قوي ليك فريق الاتحاد السكندري، ولكن انت فزت بدوري منطقة القاهرة وفزت بالبطولة العربية وكان في طريقك الاتحاد السكندري، وفزت بكاس مصر المرة العاشرة في تاريخك، ويفصلك عن الزمالك 3 بطولات اللي هو صاحب اكبر رقم في بطولة كأس مصر كرة السلة 13، نادي الاتحاد السكندري 11، منهم بطولتين الاتحاد السكندري خدهم منك آخر نسختين، كنت انت والاتحاد السكندري في النهائي، ولكن هذه النسخة كان متواجد أوجستي. قبل ما نروح لأوجستي ولعبة نادي الأهلي والتحضير والتخطيط السليم لنادي الأهلي، حابين نوجه رسالة في الرياضة عامة، هي ارتقاء بالأخلاق. ولما نلاقي لاعب عنده أخلاقيات كبيرة ولاعب له تاريخ لابد أن نحترمه، والنادي الأهلي ادانا نموذج في ممثليه بالأمس داخل الملعب وعلى منصة التتويج، وأنا بحاول أن أنا أكون بقدم الصورة دي من خلال شاشة أو من خلال التواصل مع جماهير النادي الأهلي. الكابتن إسماعيل أحمد، الكابتن إسماعيل أحمد أسطورة نادي الاتحاد السكندري، مواليد 1976، ما شاء الله ربنا يبارك في صحته ويديه الصحة والعافية والعمر، ويقدر يبدع أيضا في الملاعب، وإن كان ده يكون منافس قوي لينا. ولكن إسماعيل أحمد في عام 1993 كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنادي الأهلي لولا محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت، باعتراف إسماعيل أحمد نفسه أنه منعه تماما من الانتقال للنادي الأهلي، وقال له مش هتخرج بره إسكندرية، انتقالك لأي نادي هيكون داخل أندية إسكندرية. وبالفعل قدر محافظ الإسكندرية وقتها أنه يمنع إسماعيل أحمد من الانضمام للنادي الأهلي. النادي الأهلي لو زي ما بيقال عليه كان زمان إسماعيل أحمد بيكتب تاريخ مع نجوم النادي الأهلي اللي بيكتبوا تاريخ من 1993. إسماعيل أحمد امبارح في لقطة مع ثلاثية أحمد إسماعيل اللي هو كان عنده قلب ميت بالفعل، رمى الثلاثية الأولى يعني ما جاتش، ولكن اللي عنده إيهاب أمين ما يزعلش. إيهاب أمين بيعمل أحلى ريباوند في البطولة بأنه بيعيد النادي الأهلي تاني وبيعيد الكرة للنادي الأهلي، وبيمنحك زمن هجمة جديدة 14 ثانية عشان تومسون اللي بعض جماهير النادي الأهلي مش مقتنع بيه. بقول لهم أن المدير الفني أوجستي اللي حضراتكم مقتنعين بيه هو مقتنع بيه تماما، وقدر تومسون بالفعل يعمل اختراق ويسلم الكرة لإسماعيل أحمد عشان يرميها تاني، فتيجي الثلاثية اللي هي القاضية. طبعا الجميع يحتفل لأن بقى الفرق 5 نقاط وتقريبا باقي 8 ثواني و7 من 10 تقريبا من الثانية أو حاجة زي كده. نزل مودي الجرح بينطلق في اتجاه أحمد إسماعيل فاصطدم بإسماعيل أحمد. إسماعيل أحمد شده من التيشيرت كده، مودي الجرح بص له إسماعيل أحمد، تبادل حضن سريع كده وروح رياضية جميلة في توقيت لو بين اي نجم اخر غير اسماعيل احمد ومودي الجرحي كان ممكن يحصل شد وجذب وتحصل مشاجرة، لان دي مباراة او وقت الثواني اللي حسم فيها اكلينيكيا النادي الاهلي بطولة الكاس. ولكن كابتن مودي الجرحي شايف قيمة اسماعيل احمد، واسماعيل احمد تعامل باتزان نفسي غير طبيعي، وده بيقول لك قد ايه النجم ده يستحق التقدير ويستحق من المهندس العمري فاروق اللي كان متواجد امبارح مع مجلس اداره النادي الاهلي. وطبعا عارفين الكابتن محمود الخطيب يعني مبتعد بناء على تعليمات الاطباء، فكان المجلس امبارح بروح الفانيلا الحمراء، وتحديدا المهندس العمري فاروق مع الاسطوره كره السله في الاتحاد السكندري اسماعيل احمد كان في بينهم عناق وتحيه خاصه ومتفرده من المهندس العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي مع كابتن نادي الاتحاد اسماعيل احمد. احنا في النادي الاهلي بنقدر
الأخلاقيات، بنقدر التاريخ، بنقدر المجتهدين، بنقدر النجوم. هارد لك إسماعيل أحمد ونجوم الاتحاد السكندري، ودائما وأبدا الروح الطيبة، ودائما وأبدا النادي الأهلي بيمنح رسائل المنتصرين لازم يكونوا في منتهى التواضع ومنتهى احترام للمنافس عندما يكون المنافس يستحق الاحترام. وبالفعل نادي الاتحاد السكندري في كرة السلة منافس جدير بالاحترام، وأيضا إسماعيل أحمد لاعب وأسطورة في الاتحاد السكندري جدير بالاحترام. نروح لأوجستي، وأوجستي اللي خلاص يعني كان عنده يعني صراع كده مع الكابتن مرعي مدير فني لفريق الاتحاد، وانا عارف ان كان في بعض يعني الافيهات اللي صدرت على الكابتن احمد مرعي، ولكن في النهايه هو مدرب كبير وقدير وقدر يفوز على النادي الاهلي تحت قياده اوجستي 3 مرات، ولكن ال3 مباريات ما كانوش حاسمين زي ال3 مباريات اللي فاز بيهم اوجستي على مرعي، كانوا حاسمين سواء في البطوله العربيه او في بطوله الكاس وتحقيق بطوله الكاس، واعتقد البطوله الثالثه كانت المرتبط لان فاز مرتين، والمرة الثالثة كانت بالأمس عشان يعادل عدد الهزائم أمام مرعي كابتن مرعي طبعا، فهنا أصبح 3 فوز وهنا 3 فوز، ولكن 3 فوز النادي الأهلي كانوا حاسمين ببطولات. جوستي هدية تمناها أو تمنى له التوفيق جماهير نادي منافس هو نادي الزمالك، ولكن في تصريح مهم جدا لأن البعض بيقول إن الأهلي خطف جوستي من نادي الزمالك، والحقيقة إن موسم جوستي كان انتهى مع نادي الزمالك وتعرض عليه 3 أضعاف ردبو. نسمع الكلام ده من الكابتن حسين السمري احد المسؤولين انذاك وقت تعاقد النادي الاهلي مع اوجستي، نشوف قال ايه ونرجع نعقب. على فكره هو كان معروض على الزمالك من الزمالك اعلى من الاهلي. حط له الزمالك اكتر من الاهلي. بس انا مدرب محترف. من الممكن افكر انا هعمل اكتر من كده ايه في النادي ده، فانا اروح وابدا في حاجه تانية. فاهمني؟ مش طب انتوا بعد اذنك كنتوا عارضين عليه كام؟ فوق 16,000. فوق 16,000 دولار. نادي الاهلي اداله اكتر ولا اقل؟ انت بتقول اقل من اقل اقل. انا اعتقد يعني 12 او 14. ده كلام الكابتن حسين السمري احد المسؤولين وقت ما كان اوجستي مدربا لفريق كره السله بنادي الزمالك، واتكلم بوضوح ان راتبه في الزمالك كان 6000 دولار، اتعرض عليه من 16 ل 18000 دولار، يعني تقريبا 3 اضعاف راتبه زي ما هو قال، ولكن هو فضل النادي الاهلي على نادي الزمالك، ومن وجهه نظره التفضيل ده كان قائم على ان هو حقق مع نادي الزمالك بطولة الدوري ودوري ابطال افريقيا، وبالتالي هو عايز يبحث عن طموح جديد. ده طبعا وجهة نظر الكابتن حسين السمري، لكن في النهاية ما حصلش خطف من نادي الزمالك، موسم اوجستي انتهى مع نادي الزمالك، النادي الاهلي تعاقد معاه بعد انتهاء الموسم، وبالظبط زي ما امور كرة اليد وما تم اثارته بين نادي الاهلي ونادي الشمس، والكاتب الصحفي اسامة ابو زيد ورئيس نادي الشمس طلع بيان من النادي الاهلي ان تم الاتفاق مع الكاتب الصحفي رئيس نادي الشمس اسامة ابو زيد ان احمد سالم مدرب او كابتن احمد سالم اللي هيدرب النادي الاهلي لكرة اليد لنهاية الموسم مش هيجي النادي الاهلي الا بعد الاستئذان من نادي الشمس، وده حصل بالفعل وتم التنسيق بين الناديين، وطبعا الكاتب اسامة ابو زيد قال هينتقل للنادي الاهلي مع الحفاظ على حقوق نادي الشمس، وده حقه طبعا، وتطبيق العقد يعني لو في شرط جزائي هيتم دفعه، فاعتقد الامور واضحه جدا. واحمد سالم هيدرب، كابتن احمد سالم هيدرب النادي الاهلي 3 مباريات المتبقيين في الموسم على امل ان ممكن النادي الاهلي يحقق بطوله الدوري، ولكن النادي الاهلي من الموسم الجديد اتمنى تنتقل تجربة كرة السلة لكرة اليد بالتعاقد مع مدير فني اجنبي يقدر من الكوادر اللي موجودة في فريق كرة اليد ان هو يقدم النادي الاهلي صورة مختلفة عن الصورة اللي قدمها فريق كرة اليد الاعوام الماضية، لان فريق كرة اليد كان في فترة التسعينات وبداية الالفينات كان مسيطر بشكل كبير جدا على كرة اليد المصرية، جيل سامح عبد الوارث واشرف عواض وياسر لبيب وناس كتيرة جدا كانوا كبار جدا، وجوهر نبيل طبعا ما نقدرش ننساه كانوا كبار جدا في اللعبة سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. عندنا طبعا انا عارف ان انتم مستنيين ايه اخبار اصابة بيرسي تاو. الحقيقة موضوع اصابة بيرسي تاو ده انا ما فهمتوش ليه، لان انا لقيت اخبار بتنتشر بسرعة الصاروخ اصابة بيرسي تاو اصابة بيرسي تاو اصابة بيرسي تاو. مصدر مسؤول من داخل النادي الاهلي، بعض المراسلين وبعض المنتمين للمنظومة الاعلامية بنتكلم عن اصابة بيرسي تاو والاصابة من 4 ل6 اسابيع، وبدأت الناس تجتهد لا ده مش في رجلي اليمين لا في رجلي الشمال، فبدأت اسأل جوه النادي يا جماعة حقيقة الاصابة دي قال اصابة ايه ده، النهاردة التدريب كان استشفائي وجزء منه كان في الجيم.
طب يا جماعه بيرسي تاو كمل التدريب للاخر؟ طب عايزين نوصل للدكتور احمد ابو عبله. طبعا ضغوط كتير على الدكتور احمد ابو عبله، مش عارفين نوصل التليفونات، الى ان وصل يعني المركز الاعلامي وتواصل مع الدكتور احمد ابو عبله، والدكتور احمد ابو عبله قال مفيش اي اصابه حصلت، واللاعب سليم واجرى تدريبات استشفائيه اليوم، والامور دي مجرد اشاعات. فانا وانا بخاطب الناس قلت طب يا جماعه طالما مجرد اشاعات ليه ما ننزلش تصريح او ننزل بيان رسمي؟ فكان رد الدكتور احمد ابو عبله مش كل صحفي هيطلع بخبر انا المفترض اطلع له تكذيب. فايه القصه؟ لا، القصه ان بيرسي تاو سليم. اذا بيرسي تاو سليم. اذا هنا عندنا رايين، راي بيقول اصابه بيرسي تاو، انا مش عارف هو ايه مصدرهم، ولكن انا بالنسبه لي المصدر من داخل النادي الاهلي اتقال ان بيرسي تاو سليم، وان الدكتور ابو عبله تواصل مع المركز الاعلامي واخبرهم ان بيرسي تاو سليم. في النهايه الميه هتكذب الغطاس، عندنا مباراه مع المريخ السوداني، بالتاكيد لو بيرسي تاو في حالته البدنيه وسليم ومش مصاب، وانا بميل للراي ده، اكيد هيكون في القائمه اللي هتلعب مباراه المريخ ان شاء الله. فدي حقيقه اصابه بيرسي تاو. عندنا موضوعات تانية اهمها، مش اهمها قوي، احنا كنا بنتكلم عن فكره اللي بينتقدوا على انهم في الاستوديوهات التحليه، واتكلمنا فيما يخص الكابتن سمير كمونه والكابتن رضا عبد العال كتير، وشفنا تجارب الكابتن رضا عبد العال كمدير فني اللي كلها باءت بالفشل ووصلت بمرحله الفريق طنطا، بس هيتقال ان طنطا ما عندوش امكانيات. فالكابتن سمير كمونه قال انا لما كنت شغال مدير فني كان ليا نجاحات. اذا اخيرا جت الفرصه للكابتن سمير كمونه، فرصه المفترض انها تكون محققه، لان مع نادي بيمتلك امكانيات تؤهله للعوده للممتاز سريعا، وكلنا عارفين امكانيات نادي زد. كابتن اسماعيل يوسف اللي كان المدير الفني للنادي انتقل واصبح مدير الكرة في نادي الزمالك، وتم تعيين الكابتن سمير كمونة مدير فني لنادي زد. وكده المية تكذب الغطاس، نتمنى نشوف الكابتن سمير كمونة وابداعاته مع فريق زد اللي المفترض بامكانياته يكون في مكانة لا تبتعد عن وسط جدول الدوري الممتاز، مش درجة تانية. هنشوف هيقدر الكابتن سمير كمونة يحقق ده ويثبت ان هو مدرب جدير بانه يحلل مديرين فنيين كبار بيحاولوا بطولات، وان الموضوع مش متعلق باللعيبة فقط لغير ومتعلق بالمدرب، ولا الكابتن سمير كمونة لما يروح يدرب فريق امكانياته اعلى من القسم التاني هيقول لا القصة مش قصة لاعبين وامكانيات متوفرة، ده قصة سمير كمونة المدير الفني. هنشوف الكلام ده خلال الفترة المقبلة. توقعاتي مش هيبعد عن كرسي كابتن رضا عبد العال كتير في الاستوديو التحليلي، وربما يكون في التدريب، لكن في النهايه بتمنى له طبعا التوفيق. طبعا بما اننا اتكلمنا عن نادي الزمالك، نادي الزمالك خلاص في مشكله كبيره جدا طارق حامد ونادي الزمالك، ولكن هتسمع اخبار عن فكره توسط فيريرا للتعاقد مع الخماسي اللي تم يعني رفض، اللي هم رفضوا التجديد وتم اعلان ان هو مش هيجددوا لنهايه الموسم. انت اللي هيكون عنده رغبه للتجديد واللي مش هيلاقي نادي او الاتفاقات وهتبوظ مع النادي الخارجي هتلاقيه بيجدد تحت بند فيريرا توسط لاقناع رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ب التوقيع او التجديد مع هذا اللاعب. وبمناسبه هؤلاء اللاعبين عندنا ابو جبل. ابو جبل قلت لكم من فتره، من اول ما بدا يتعمل له هاشتاج جماهير النصر ترفض ابو جبل، وكان متوجه بشكل شخصي لرئيس نادي النصر، ورئيس نادي النصر في انباء بتقول ان هو هيتعاقد مع حارس مرمى اجنبي وهيتراجع وقتها عن التعاقد مع ابو جبل. اعتقد موقف ابو جبل وقتها هيكون التوقيع او التجديد مع نادي الزمالك. هنشوف الايام هتسفر عن ايه، لكن ما يهمنا في نادي الزمالك ان بالامس يفتت نادي القرن الحقيقي بالبطولات مش بالمحسوبية والمجاملات اللي كان فيها اساءة للنادي الاهلي تم ازالتها من على اسوار نادي الزمالك. بالتأكيد يعني انت مش محتاج تشغل دماغك وتفهم ايه اللي حصل وايه اللي دار وايه اللي تم من تواصلات، لان في يوم 27 مارس الحكم في القضية دي. بس هو هنا السؤال، مين مسؤول عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية التي لحقت بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، أو اللي تم تعليق يفط نادي الزمالك نادي القرن وسلب اللقب من النادي الأهلي دون وجه حق؟ ده هيكون سؤال النادي الأهلي في جلسة يوم 27 مارس القادم إن شاء الله، ولا دي هتطلع بناء على فكرة إحنا بنبدأ بنبذ التعصب في الوقت
اللي بيتم التسويق فيه ان انت اعتدي 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 وتمادى في الاعتداء وتمادى في الاعتداء اللفظي. بس وقت ما انت توقف كمعتدي احنا نفترض نقول اه خلاص سامحنا وعفونا عن مكان واحنا عشان ننبذ التعصب. ولو قلنا لا ناخد حقنا يتقال شفتم هم اللي هم التعصب هم دعاه التعصب. اتمنى الامور دي يكون القانون هو الفيصل فيها, واتمنى ان الامور دي وهي بتناقش في قضيه 27 مارس يبقى محطوط في الاعتبار, وانا اثق في ذلك حقوق النادي الاهلي الماديه والادبيه خلال الفتره اللي تم عليها تعليق يافطه نادي القرن بالبطولات مش بالمحسوبيه والمجاملات. الاهم كمان وده طبعا مستبعد جدا ان فكره تعليق يافطه نادي القرن على اسوار نادي الزمالك كلفت نادي الزمالك او بمعنى ادق حرمت نادي الزمالك ما يعادل حوالي 18 مليون جنيه سنويا قيمه الاعلانات اللي كانت ممكن تركب مكان اللافتات دي. فتخيلوا ان بسبب تعليق لافته زي دي تخاطب وتدغدغ مشاعر الجماهير نادي الزمالك كان بيخسر سنويا ما يقارب 18 مليون جنيه. من حق اعضاء الجمعيه العموميه المتواجدين في نادي الزمالك لو فيهم حد ضد مجلس اداره نادي الزمالك الحالي ان هو يرفع قضيه بفكره اهدار مال عام, لان ده كان مال لنادي الزمالك. لكن في النهاية ده شأن داخلي, الشأن اللي يخصنا هو الحكم اللي هيصدر يوم 27 مارس. نتمنى يعيد للنادي الأهلي حقه الأدبي والمادي. نشوفكم على خير, والأهلي دائما منتصرا, الأهلي فوق الجميع. لسنا المدينة الفاضلة ولكننا المدينة الأفضل.